وده اللي احنا كنا خايفين منه يا امير. لما اتكلمنا بعد مباراه الاهلي والزمالك كلمت معاك ومع شريف وقلنا احنا مستنيين من لعيبه نادي الزمالك التركيز وقفل صفحه مباراه النادي الاهلي وفرحه مباراه النادي الاهلي، ان انت داخل على بطوله مهمه جدا جدا جدا، فمش عايزين ده يخليك ان انت ما تركزش، صح، خليك ان انت بالعكس ان انت معنوياتك مرفوعه وان انت يبقى في تركيز اعلى، يبقى في مجهود اعلى، لان الثقه مش ثقه ان انت واقف في الملعب، الثقه ان انت تكون مسيطر على الجيم وان انت مركز في ال 90 دقيقه اللي انت بتلعبها، وان انت عايز تكسب المباراه لان انت لسه في مباراه تانية هتبقى صعبه خارج مصر. فدي كانت نقطه مهمه. الحاجه التانية ممكن يكون برضو النقص العددي الموجود في نادي الزمالك، بس عشان اقفل حته الفوز على الاهلي دي، انت كنت مع الاحتفالات باي شكل من الاشكال مفيش وانا ما مشكله، اختلفتش، لكن في نفس الوقت شايف ان الاحتفالات دي اثرت بشكل او باخر على الزمالك في الماتش بتاع دريمي. استمراريه الاحتفال، بص اصل الاحتفال في وقت الاحتفال في وقت حلو في حلو يومها، ماشي يعني حتى قلت لك ايه في يومها احتفل زي ما انا عايز، انا اوكي مع الاحتفال ما عنديش مشكله طبعا، احتفل في اليوم ده، لكن تاني يوم انت قافل ما الصفحه افضلش عايش ورايح. النشوه يعني لا بتاعت طبعا لا الاحتفالات. طبعا. فانت حتى ده كان باين جدا جدا في الشوط الاولاني بالذات، ان انت نازل لسه ما دخلتش الجيم، ما عندكش شراسه هجوميه بشكل المطلوب، في عدم تركيز، في بطء شديد جدا في الشوط الاولاني، حاسس ان الشوط الاولاني نادي الزمالك ما استفادش منه باي حاجه. اوكي ده اللي احنا بنتكلم فيه. ممكن يكون برضو اللعيبه اللي مش موجوده اثرت برضو على نادي الزمالك. انت النهارده برضو في لعيبه مؤثره موجوده في نادي الزمالك زي زيزو مثلا طبعا، وعمر جابر وعمر جابر وفتوح وفتوح، وفي ناس مش موجوده في القايمه اصلا، زي عبد الله، دول لما الناصر، بيرجعوا ده وناصر لما طبعا بيرجعوا بيبقى يفرقوا في قوه طبعا اكيد. في نادي الزمالك. دي حاجه. الحاجه الثانيه التشكيل مش هو المتوقع بالنسبه لي معترض على التشكيل طبعا، لان انت النهارده لما تيجي تلعب، يعني انت النهارده عايز ناس في نص الملعب تشتغل بشكل كويس، فانت النهارده حطيت متيابه في نص الملعب، متيابه لعيب كويس، انت شايفه كويس؟ انا بقول كويس تمام قدامه وقت، لكن هو لعيب كويس، ما ينفعش تحطه مش في مكان، تحطه في نص الملعب، لان احنا اتكلمنا انا وشريف، شريف قال لك يعني هو جسمه ضعيف وبتاع، انا معاك ان هو جسمه ضعيف، لكن لما بيلعب على الاطراف مختلفه تماما، لانه بيروح بوشه بمساحه على واحد على واحد، واحد على اتنين بيبقى شايف، لكن في نص الملعب زحمه مع الجسم الصغير، مع ان هو لسه ضعيف شويه، مش ضعيف فنيا خد بالك، فهيتوه ضعيف جسمانيا. فهيتوه في الحته دي، اوكي مش هتبقى حتته. لو انت فكرت بتفكير ان انت تعمل جبهه متيابه مع شيكابالا فده تفكير خاطئ. تمام. الحاجه الثانيه ان حتى في النواحي الدفاعيه لا متيابه هيدافع بشكل كويس ولا شيكابالا هيدافع بشكل كويس، فهيأثر على نص الملعب، وده كمان خلى احمد حمدي ينزل كتير. احمد حمدي برضه مع ناصر ماهر مع عبد الله السعيد بيقوم تحس بأدوار ان في مختلفة. كيمياء، ومين اللي بيلم وراهم؟ دونجا. صح. فانت النهارده عملت مشكله في حته نص الملعب، حتى الدايره بتاعتك كان فيها مشكله، كان الهجمات المرتده كانت تحس نص الملعب مش موجود. تمام. ده واحد. اتنين، مش عايز اقول لك شيكابالا هو كان ممكن يحط يعني يحط متيابه مكان شيكابالا في البدايه لو عايز، ويخلي شيكابالا ورقه رابحه.